اليوم نزلت على المنتدى شو انزل من اصل 4 العاب على اليوتيوب، نقيت كلها تكون ما شاء الله الفنجة بطن. المهم يا اصدقائي اليوم نلعب ما فنجة بطن 10 مراحل بسيطات جميلات وممتعات. المهم ما نكتر حكي، خلونا نبدأ. اوكي يا اصدقائي هون الاعدادات، خلوها اول شيء انجليزي واعطوني كتاب. هلا ما ضروري اقرا. المهم هون ما ضروري. هون موسيقى خلوها مشعولة. اوكي وهون شو هاد؟ ايه صح هاي البداية. المهم خلونا نبدأ يا اصدقائي. اول ليفل من اصل 10 مراحل. اوكي ليفل البامكن من اصل 10 مراحل. انا بقول خلونا نطلع البامكن، يمكن تكون جواتها مثلا رو هيك، نطلع هيك وراها قدامها تحتها حتى وين من كان الظاهر ما بالممكن. خلونا نطلع بالزوايا يا اصدقائي، مثلا نروح على هاي الزاوية. لقيت الزر يا اصدقائي، اول زر لقيناه بكل سرعة وسهولة. المهم تاني ليفل القبور. منين نبدأ؟ نبدأ من النص. مهم اجلاش لهون، خلونا نبدأ من هوني، نبدأ من الأول للأخير. هوني ما في شي، هون ما في شي الظاهر. اوه في قبر، في نزلة. اوه لقيت الزر. تاني ليفل مرة سهل. وصلنا على ثالث ليفل البيت المرحب. اوكي انا بقول اول شي حطه بالزاوية، تاني شي حطه على اليمين، تالت شي حطه على اليسار. صح صح. مثلا خلونا نطلع اول شي برا اذا بنلاقي شي، مشان بهاي الشجرة اللي ما فيها ورق ما بعرف ليش. ومثلا تحت البئر في فوق، لا ما في شي. خلونا ندخل البيت اذا بنلاقي شي. صار ضربتني، كانت راحت فيا، كنت بصير مع القبورة اللي حلال قبله. المهم فينا ندخل البيت، ياب فينا ندخل. في دم، مين قاتل مين؟ اوكي خلونا ندور. تعال نشوف هون، لاني احيانا بحط بقدر احطه هون الزر لكن ما حطوه. خلونا نطلع طابق الثاني يا اصدقائي. ليفل الثالث مرة سهل، يعني مجرد اطلع البيت واطلع طابق الثاني بشوفه الزر قدام وشي، يعني بكبس هون وخلصنا الليفل الثالث. لو وصلنا على الليفل الرابع، تحليلاتي انه بكون الزر بالنص. ندور هون فوق بالشجر، وصلنا على الغابة. المهم ندور هون هون ما في شيء. اوه لقيته بكل سهولة يا اصدقائي. اوف ليش هيك دمشت. حلو وصلنا على الشيطان. شيطان نجر، هو عندك زر اللي اذا عندك مشان اجي اخده. المهم خلونا نطلع لعنده ونسلم عليه، او هو يسلم علينا بعدين ندعو. ايه ليش ما بروح؟ المهم رحت. فينا نطلع من هون من هون، بس ما ظننا في شيء. ما في. خلونا ندور بالزوايا، مثلا ايش عم بتدمش كتير، مثلا ندور هون ما في شيء. هون تقولي النار نازل، بس مشان ما نتدمش مساويين بلوكات كونكريت وصوف. المهم دور بالزوايا هون هون. شو هاي؟ كأني لقيته. انت من هون؟ ياب لقيته. انا عم بنط فجأة لقيت الزر طلع هون، والله مخبي وراها الشيطان. المهم وصلنا على 6 بيوت مثل ليفل السادس. ندخل بيت بيت، يعني ندخل 1 2 3. خلونا ندخل من هون. اكيد مجهزين هاي الكيك اللي بس من اكلها، ظهر ما الي ما الي.
الكامل اللي مسح، خلينا ندور على الظرف تحت، ما في شيء. الصندوق فينا نفتحه؟ فينا. نروح على البيت التاني، هو الأصفر من أصل 6 بيوت. ها هاي الكيكة اللي هذا الكاتو فينا ناكله. شو هاد؟ قطع أبو الصدف. مشيت لأقول إنه فينا أكله، لقيت الزر بالصدفة. والله الماب جميل لطيف. وهلا وصلنا على ليفل 7، ليفل الأشباح. هلا خلونا ندور أول شي بالزوايا، لأني ما في ورانا شي. خلونا ندور هون، فوق تحت يمين يسار ما في شي. خلونا ظاهر بالزوايا ما في شي. الظاهر هو هون يا هون، بس السؤال كيف بدنا نطلع هون؟ لا ما بقدر اطلع. يب ما بقدر. طب من هون كني بقدر اطلع هون. يب بقدر بقدر بقدر. حلو طلعت. هلا نط هون الظاهر. لا غلط صارت جهة تانية. نط لا وقعت. الظاهر يب جهة تانية. لا طب خلونا نط هيك. حلو. طب هلا نشوف الزر فوق ولا لا. الزر بهذا الجهوست او الشبح. نط. حلو نط هون. لا هون. اوه لقيته. حلو خلصنا ليفل 7 يا اصدقائي، وصلنا على ليفل 8. خلونا نشوف هاي الاوضة. هاي الاوضة بسيطة، ما فيها شيء. تحت البرادي ما في. تمام خلاص هاي الأوضة. الظاهر داني تكر، الظاهر ما في شيء هون. مهم ندور هون فينا ناخد صبا. لا ما فينا. مهم ندور تحت البرادي. حسبت الزر بس لا لا، الظاهر الزر دائما بكون حجر، يعني ما بكون هذا. شو هاد؟ اوكي خلونا ندخل هون. كيف يكون مثل هون؟ لا هون لا. طب دخلت ايه؟ شو صار؟ فجأة طلع الشبح. لا عاد كنت اللقطة، ما بعرف شو صار. والله وقفلي قلبي. المهم خلونا ندور بالبرادي هذولي. هاي أول برداي ما فيها شي. تاني برداي طلع الزر. تاني برداي هو. مهم ليفل 9 سبايدر. مثل ما كنا ندور بزاوية، هلا لازم نكون بالنص. مثلا خلونا أول شي ندور تحت هاي المال مفيه ولا سرقة. ما شاء الله والله صراحة الماب مبدع. فين نطلع من هون؟ هون طلع نط. ما كنت بدي اطلع، بس استكشف لقيت الصر. ما اسهل الفلتر صار اصلا هذا. اوكي التنجر بقولوا لي في خطر. خلونا ندور اول شي هون. مظبطة انه لما بحترق بصير بتقاني، لما بحترق النار مو في احلى. المهم خلونا ندور بالزوايا. خلاص روح النار غليظ. المهم ما ظهر ما في شيء. خلونا ننط لهون. كنت لنط على المي. ندور هاي الدخلة. ما في شيء. خلونا ندور على المي. مثلا هون كني هذا هو فرش. يب هذا هو. يا أصدقائي خلصنا الباركور، عفوا الفنج بطن. والله الماب جدا ممتع وجميل. خلصته بكل سهولة، ما توقعت أخلصه هيك بسهولة. لكن إذا عاجبكم الماب بدكم أنا أعلمكم كيف نزلت الماب. وصلوا هذا الفيديو لـ20 لايك وبس. مع السلامة.